بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. قبلنا دار السلام ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطلعنا يا إلهي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الكفالة، قال ابن بطال قال المؤلف: الكفالة في القرض الذي هو السلف للأموال كلها جائزة، وحديث الخشبة أصل في الكفالة، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال أتني بالشهداء واشهدهم، قال كفى بالله شهيدا، قال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى. الذي قصة مشهورة وسبقت، لأنه أتى لم يجد مركبا عند الأجل، ف وضع 1000 دينار في خشبة وأغلق عليها، ثم دعا الله عز وجل بما ذكر من أنه قال كفى بالله شهيدا وكفى بالله كفيلا، فأن الرجل قبل منه ذلك فألقاها في البحر. ثم إن الرجل خرج ينظر هل يجد من مركب لعلها تكون أتت بماله، فلم يجد، فوجد خشبة فأخذها حطبا لأهله في البيت، فلما قطعوها وجد فيها 1000 دينار. البخاري رواه البخاري، ووجد فيها يعني رسالة من صاحب الدين. ثم أتى الرجل بعد ذلك فأتاه بال1000 دينار يقضيه الدين الذي عليه، وأخبره أنه لم يجد مركبا، فقال إن الله عز وجل قد يعني أدى عنه دينا، وأخبره بحديث في قصة الخشبة وأنه وجد فيها 1000 دينار. الشاهد من الحديث أن الرجل قال أتني بالكفيل، فقال كفى بالله كفيلا. هذا يدل على جواز الكفالة وعلى أنها ليست واجبة، كونه يتكفل بها معنى أنه يضمن عندما يأتي الأجل أن يقضي هو الدين. ولا سمح لا، هذا الحديث فيه الأخذ بالأسباب المقدور عليها وإن كانت نادرة، وهذه من كرامات الأولياء أن تصل الخشبة إلى صاحب الدين، أن الرجل ألقى لأنه لم يجد سببا غير ذلك، أن الأمواج توصلها. قال: حديث الخشبة أصل في الكفالة للديون من قرض كانت أو بيع. يعني الدين ده بيبقى بسبب حاجتين: سلف أسلفه 1000 دينار على أن يردها في الموعد الفلاني، أو من بيع باع إلى أجل اشترى منه شيئا بالتقسيط فبقي شيء من المال إلى أجل. الاثنين دول ديون. قال: والكفالة بالأبدان والحدود غير صحيحة. عدم الصحة في كونها يعني في مسألة الإلزام بما عليه المطلوب، ان يلزم الزام الكفيل بما عليه، بمعنى انه اذا كان عليه حد اقيم عليه الحد، هذا هو الباطل. اذا كان عليه قصاص اقيم عليه هو القصاص، هذا باطل.
لا شك في ذلك. قال: والكفالة بالأبدان، الكفالة بالبدن في بقى صورة تانية من الكفالة بالبدن، أنه متكفل بأن يأتي به لا أنه يلزمه ما عليه. يعني في درجتين: تكفل بأنه سيسلمه، هذه درجة. الدرجة الثانية أنه تكفل بتسليمه، وإذا لم يتم تسليمه فعليه ما عليه من العقوبة. قال: الكفالة بالأبدان والحدود غير صحيحة، يستحق المدعى عليه الحد حتى ينظر في أمره. المدعى عليه هو الذي عليه الحد، ليس أحد آخر. قال: إلا أن الجمهور الفقهاء قد أجازوا الكفالة بالنفس، يتكفل ليس بالمال أي بنفس المطلوب، يتكفل بالنفس يعني يتكفل بأن يأتي بنفس الشخص المطلوب بذاته، أن يأتي لهم به، ثم بعد ذلك ينظر في أمره، في بينات، في حقوق، في حدود، في قصاص. هو يدافع عن نفسه، ولكن هو تكفل بأن يأتي بنفسه، هذه هي الدرجة التي تجوز. وهذا قول مالك والليث والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد، واختلف عن الشافعي، فمرة أجازها ومرة ضعفها. وقالت طائفة: لا تجوز الكفالة بالنفس، يعني يتكفل بنفس فلان أي بذات فلان أن يأتي بها. قال: ولم يختلف الذين أجازوها في النفس أن المطلوب إن غاب أو مات لم يقم على الكفيل به حد. الرجل تكفل وقال، وبعدين ثبت أن فلان عليه حد فعلا بالبينات، هل بيقول اتفقوا على أنه لا يقام به حد على الرجل الكفيل سواء غاب أو مات الذي تكفل به، ولا لزمه قصاص، فصارت الكفالة بالنفس عندهم غير موجبة لحكم في البدن. يعني اللي عليه القصاص ده مات، الكفيل لا يوجد ولا يعاقب. بالظبط، يعني الكفيل لا يعاقب. أيوة. بكون المتكفل به مات أو غاب، مات أو غاب ولم يعد يقدر عليه. ما اللي هيقولوا بقى تبقى موجبة لإيه الكفالة دي؟ موجبة لحكم في المال. يبقى هو لو ما جبتوش عشان يطلعوا منه الفلوس اللي عليه، انت لا تضمن الفلوس. هو هنا ما ضمنش الفلوس، قال لهم انا اجيبه لكم، واحد مضى شيك وخلوا فلان ده ضامن، ماشي كده، او كفيل، فقال لهم انا مش كفيل بالمال، انا فلان لو هو ما سددش انا اجيبه لكم، تصرفوا انتوا معاه، احبسوه، يجلدوه، ياخدوا الفلوس منه بالعافيه، يعملوا فيه اي عقوبه عشان يطلعوا منه الفلوس. لكن طب هو لو ما جابوش، انا ما قلتش ان انا اجيب الفلوس، انا مش ضامن الفلوس، وحاولت اجيبه ما عرفتش، هرب مني، خلاص يبقى انت اللي تدفع ليه الفلوس، طالما ان انت تعلم ان الامر مداره على ايه؟ على المال. احنا ما اوجبناش عليك حكم في البدن، وجب عليه، مش هنحبسك كما كان هو يحبس، لكن انت عايز تدفع المال. إذا هو امتنع بقى وهو عليه مال يبقى يعاقب عشان يدفع المال اللي صار عليه هو. شذ أبو يوسف ومحمد فأجاز الكفالة في الحدود والقصاص، وقال: إذا قال المخذوف أو المدعي للقصاص بينتي حاضرة كفلته 3 أيام. إذا قال المقذوف أو المدعي للقصاص بينتي حاضرة، يعني عندي بينة، خلال 3 أيام تأتوا، يعني آتي بالإيه بالبينة يعني. قال: واحتج لهم الطحاوي بما روي عن حمزة ابن عمرو وابن مسعود وجرير بن عبد الله والأشعث
أنهم حكموا بالكفالة بالنفس بمحضر الصحابة حتى كتب إلى عمر في ذلك، ولا حجة فيه، لأن ذلك إنما كان على سبيل الترهيب على المطلوب والاستيثاق، يعني إن لابد وأن تأتوا به، باب الترهيب به، لا أن ذلك لازم لمن تكفل إذا زال المتكفل به، يعني المتكفل به ده مشي، زال، مات أو غاب. هل الكفيل يلزمه ما يلزم الآخر من الحقوق، من الحد، من القصاص، من النفس، مما وجب عليه في نفسه؟ لا. يبقى إذن رجع معنا حكم الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر بالكفالة بالنفس إلى وجوب أن يأتي به، لا أنه يلزمه الحقوق البدنية التي عليه. قال إنما ذلك كان على سبيل الترهيب على المطلوب والاستيثاق، الشخص المطلوب بيرهبوه ان انت فلان هيجي لازم يجيب، لا ان ذلك لازم لمن تكفل اذا زال المتكفل به، لانه يؤدي ما ضمن في ذمته عمن تكفل عنه. المقذوف جه وقال فلان قذفني او قذف امرأتي، فين بينتك؟ قال بينتي حاضرة هجيبهم. فواحد قال كفلته 3 أيام، سيبوه بدل ما تحبسوه وأنا هجيبه لكم خلال 3 أيام، لو أنت جبت بينتك في أي وقت هجيبه لك. الراجل عرف كده وعرف إن البينة هتيجي جاي إيه؟ هربان. الكفيل اللي قال هجيبه خلال 3 أيام راح للقاضي، الراجل جاب البينة، فين الراجل بتاعك؟ هرب، مات. ما يلزمش الراجل ده ايه؟ ما يلزموش حد القذف ولا يلزمه عقوبة. طب ما كان ايه؟ كان ترهيب للمتهم علشان لازم يجي ان فلان هيجيبك. يمكن تواطأ معاه وهرب. ما هو لو ثبت انه تواطأ ماشي، ده حاجة تانية. المهم ان هو مش هيقام عليه الحد. ان هو معنى الكفالة اللي قضى بها الصحابة ان انت ملزم تجيبه. ان انت يلزمك أن تأتي به على سبيل الاستيفاء، لا أنه يلزمه الحد الذي على المطلوب. آه طبعا لازم يبذل وسعه، ولو ثبت أنه هو مفرط وهربه يعاقب على أن هو، لكن مش هيعاقب عقوبة الإيه؟ القذف ولا القصاص، مش هيعاقب عقوبة الحد، هيعاقب أنه فرط في الكفالة لمن قضى بالكفالة بالنفس، لمن صحح الكفالة بالنفس. قال وإنما تصح الكفالة في الأموال، لأنه يؤدي ما ضمن في ذمته عمن تكفل عنه. دي بقى بتبقى واضحة إنه هو بيمضي ضامن، زي البنوك ما بيخلوا واحد يمضي إيه؟ ضامن، ودي أمر مشروع، أو ناس عليهم حق لفلان، على فلان، يعني فلان عليه حق فمضوه مثلا على أوراق، وقالوا لا مش كفاية الراجل ده معروف إنه هو هيطرف، فقالوا لازم عشان نسيبك فلان هو اللي يضمنك، او فلان يمضي شيك مثلا. الحالة دي مشروعة ولا مش مشروعة؟ اه مشروعة، ويلزم الكفيل في الحالة دي المال اللي على المتكفل به، اه يلزمه، وهو اللي يروح يطلبه. هو موضوع الشيك على بياض ده بقى قضية تانية، هو يستحق الحق اللي عليه، لكن هو تكفل، هو قال أنا ضامن لفلان، أنا كفيل بذمة فلان، لما مضى هو بقى ما يلزموش يأتي بيه طالما هو اللي هيدفع. هو لو كان تكفل بالنفس ممكن يقول أنا ما ضمنتش المال، ما كنتش كفيل بالمال، أنا كنت كفيل بإيه؟ بنفسه، أنا أجيبه لك وأنتوا تتصرفوا معاه. لكن لو هو تكفل بالمال يبقى لازمه ذلك. كلمة الضامن غارم صحيح؟ اه هنا بقى الضامن غارم فعلا. يعني المثل اللي او العبارة التي تطلق ان الضامن غارم، نعم، وله ان ياخذ منه المال في الوقت الذي وجب فيه، الذي حل فيه الاجل. وهذا هو الكفيل، هذا معنى الكفالة.
قال إنما تصح الكفالة في الأموال لأنه يؤدي ما ضمن في ذمته عمن تكفل به. وأصل الكفالة في المال قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني كفيل وضامن، يعني حمل البعير أنا ضامن به لمن أتى به سواء يؤديه عنه يعني عن بيت الدولة يعني أو عن الملك أو عن شرع لنا. والحديث ورد في سياق المدح والتقرير، وان الرجل الذي طلب الكفيل كان محقا ولكن الرجل اكتفى بالله كفيل، كفى بالله كفيل ورضي بذلك، فدل ذلك على مشروعية الامر ومشروعية تركه. لكن اذا كان واحد يريد ان يكون كفيلا لم يقل له كيف تطلب الكفيل وانا وما ذنب الكفيل اذا لم اتي بالمال ولماذا يضمن، لكنه قال كفى بالله كفيل. اختلف الفقهاء في من تكفل بالنفس والوجه او بالوجه، هي النفس او الوجه، لانه مش هياتي بوجه فلان الا اذا اتى ايه بنفسه، يعني هيجيب وشه بس كده، ها هيقطع رقبته ويجيبه معاه، لا يبقى رقبته بس، لكن هو قال وجهه كمان. دي كلمه معنى الثانيه، يعني مقصود بها الترادف. يعني قال هل يلزمه ضمان المال؟ يعني هو كان تضمن او تكفل بفلان اللي عليه فلوس، واحد خدع اناسا وامسكوا به، فاتوا ببعض اقاربه قالوا له ابنك ولا اخوك ولا صاحبك اهو وتحت ايدينا، ومضى الاوراق وهندخله السجن. هو بيقول اديني فرصه اسدد الفلوس اللي عليا، تتكفل بيه، قال لهم اتكفل ان انا اجيبه لكم، اتكفل ان انا ايه اجيبه لكم، ما مضاش هو، فسيبوه وهو ساعه ما يجي الميعاد لو ما سددش الفلوس انا اجيبه لكم، ما قالش انا ادفع، ده تلقائي هيدفع. المختلف فيها بقى في المساله دي، هنا الراجل جاء الميعاد وهو ما جاش، ما جابش الفلوس، هما كانوا هيحبسوه، الراجل ده مش هيعرفه، مش هيحبسوهوش، فهل يضمن المال؟ هو تكفل بالنفس، لكن كانت علشان مال. فيقول قال الكوفيون من تكفل بنفس رجل لم يلزمه الحق الذي على المطلوب، فهذا احد قولي الشافعي. وقال مالك والليث والأوزاعي إذا تكفل بنفسه وعليه مال فإنه إن لم يأتي به غرم المال، الرأي يعني عايز ما تغرمش هاته، وإنت ما عليكش فلوس فعلا مش هتغرمك الكفيل، فلان ما دفعش هناخد منك أنت، مالناش دعوة بقى الراجل ده هربان مش هربان، هنعمل له قضية مش هنعمل له قضية أصلا. لكن الفرق ديان الصورتين، الكفالة بالنفس والكفالة ايه بالمال. كفالة بالنفس في من عليه مال، تكفل بنفسه وعليه مال. فهذا الذي فيه الخلاف، اما اللي عليه اللي تكفل بالمال فتلقائي اول ما يسددش ياخده منه. قال مالك والليث والأوزاعي إذا تكفل بنفسه، بنفس المطلوب، بنفس المتكفل به وعليه مال فإنه إن لم يأتي به غرم المال ويرجع به على المطلوب. فإن اشترط ضمان نفسه أو وجهه وقال لا أضمن المال فلا شيء عليه من المال. قالوا إذا اشترط، القول الصحيح ما يعفاش عنه الا اذا اشترط انا اجيبه لكم، ماليش دعوه، هبذل جهدي ان انا اجيبه لكم. طيب هو ما جابهوش، ما جابهوش بتفريط هيضمن المال. اول ما يعرف التاني ان المحبوس هيجي. لا ما يحبسوهوش. لا اذا هو فرط يعاقبه. قال والحجه لمن اوجب غرم المال
هو مالك والليث والأوزعي، والقول الثاني للشافعي ده الراجح، أن الكفيل قد علم أن المضمون وجهه لا يطلب بدم وإنما يطلب بمال، فإذا ضمنه له ولم يأتي به فكأنه قد فوت عليه وغره منه، فلذلك لزمه المال. واحتج الطحاوي للكوفيين فقال: أما ضمان المال بموت المكفول به فلا معنى له إذا لم يشترط، لأنه إنما تكفل بالنفس وقد فاتت. هذه فرق ثاني هو، إنه لو كان أنا قال له أنا أجيبه لكم وما ضمنش المال وأن الرجل مات، يبقى قال لهم أنا ما قلتلكوش أنا هدفع لكم الفلوس. قال: ولا قيمة لها، لأنه إنما تكفل بالنفس وقد فاتت، ولا قيمة لها يرجع إليها بعد عدمها، بعد عدمه عدم الشخص أو عدمها عدم النفس. وأيضا فإنه تكفل بالنفس ولم يتكفل بالمال، فمحال أن يلزمه ما لم يتكفل به. هو الظاهر من جهة المعنى قول من ألزمه الغرم إذا لم يأتي بالشخص. قال القسطلاني: الكفالة في العرف كما قاله الماوردي تكون في النفوس، والضمان في الأموال، والحمالة في الديات، والزعامة في الأموال العظام. أنا به زعيم يعني كفيل. حمالة في الديات يعني واحد قال الدية بتاعت فلان، هما طبعا الدية في الخطأ مؤجلة وأحيانا تكون حالة ولكن تحتاج إلى جمع، فرجل تحمل حمالة قال: هذه الديات عندي وأنا اللي هتصرف إن أنا أجيبها، فهذه مضمونة. قال ابن حبان في صحيحه: والزعيم لغة أهل المدينة، والحميل لغة أهل مصر، والكفيل لغة أهل العراق. يعني الثلاث ألفاظ دول مترادفات، الكفيل والزعيم والإيه والحميل. قال: وهي التزام حق ثابت في ذمة الغير، أصبح ملتزما به، أو إحضار من هو عليه، إحضار من هو عليه الحق، أو عين مضمونة. يعني قال أنا كفيل بالحاجة دي أروح أجيبها، العربية دي عندي، غيره سرقها ضيعها حبسها، فقال للناس فضوه سيبوه ما تطلبوهوش والعربية عندي تلزمني، يبقى عين مضمونة. قال: باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. وقال أبو الزناد عن محمد ابن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر أن عمر بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته وجد رجلا قد زنى بجارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر، معرفش يعمل فيه ايه، يرجمه ما يرجموش، فأخذ عليه كفيل ان انت ساعة ما اقول لك جيب فلان تجيبه حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده 100 جلدة، فصدقهم وعذره بالجهالة. دي من أقدم الألفاظ في قضية الإيه؟ العذر بالإيه؟ بالجهل مع استحقاق الإيه؟ العقوبة. التقصير في طلب العلم، متمكن من طلب العلم ومع ذلك لم يجعله كمن لم يرتج، يعني لم يجعله كمن ارتكب الذنب ولا كمن لم يرتكبه بالكلية.
وده الاصل احنا يعني بنعتمد على يعني عليه بمثله في من تمكن من طلب العلم ولكن لم تبلغه الحجة. فلا يجعل من تمكن كمن بلغته، لأن الأدلة إنما قامت على أن من بلغته الحجة فهو الإيه؟ المعذب. هذا في فروع الدين وفي أصله كذلك. قال هو مجارية امرأته، هي اصل القصة ان امرأته احلتها احلت له وطأها، قالت له انا موافقة كأن ذلك حق لها. لا طبعا ما ينفعش، ما لم تهبها له، عشان كده قالوا فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفيلة حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده 100 جلدة فصدقهم وعذره بالجهالة. وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم. فتابوا وكفلهم عشائرهم. وقال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم: يضمن إذا مات. هذه قضاء الصحابة رضي الله عنهم بالإيه؟ بالكفالة بالأبدان وغيرها قياسا عليها. قال ابن حجر: جلد الراجل اللي زنى بجارية امرأته، صدقه من ما يعرفش كده حرام كده، صدقهم ان هو ان هو ما يعرفش ان الامر ده لا يبيحها له، افتكر ان جارية مراته يبقى جاريته. اظن الكلام ده ممكن يكون عندنا احنا مجهول عند الكثيرين، ان اصلا ما فيش جواري عشان يبقى عارفين ايه الاحكام. جهل ناشئ عن عدم البلاغ مع امكان السؤال، لان هو موجود في زمن الصحابه كان يسال. يعني هو ولد مين اللي زنى؟ ولا ابو مراته اللي جوز مراته يعني؟ هو زنى بجارية امرأته. طيب. هو كان عنده زوجه والزوجه دي عندها ايه؟ جارية. فقالت له انا موافقه انك تعاشرها. طيب. وهي على ملكها. فعاشرها. ايوه هو متجوز يا عم مراته، ماشي كده؟ وقع رجل على جارية امرأته، الهاء دي تعود على الرجل، ماشي كده؟ فده اللي خلق، فما عرفش حمزه ابن عمرو يعمل ايه لغايه ما ايه؟ ما قدم على عمر، عمر امر بجلد الراجل ده 100 عقوبه له على جهله، وعذره بالجهاله في عدم رجمه. يبقى عذره ولم يعذره، عذره في ان هو ما اقامش عليه الحد اللي هو الرجم، ولم يعذره في انه استحق ايه؟ عقوبه. عشان مقصر. ليه ما عذروش خالص؟ ما احنا عندنا 3 درجات، مش هيعذره خالص. هيعذره وما يعذروش، ماشي كده؟ زي ما بنتكلم احنا في العذر بالجهل في قضية الكفر، مش هيعذره خالص، لا عذر بالجهل في ذلك، ما كافر. ده بلغته الحجة مثلا يعني، و جاهل العاقبة، افتكرها صغيرة من الصغائر، افتكر بس الحجة بلغته. يبقى هنا بقى ايه؟ تأول تأويلا باطلا معلوم ان الدين بالضروره بطلانه، يبقى بنقول ما مش معذور، ده مش معذور خالص، معذور خالص، ما بلغتوش ولا قصر في طلب العلم، ما كانش فيه في بلدهم علم ولا يعرف اصل المساله ولا يعرف اي حاجه، معذور تماما، لا يعاقب ولا يكفر.
معذور ومش معذور. معذور في عدم التكفير ومش معذور في العقوبة. زي قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. غلظ عليه. غلظ عليه والتغليظ على الجاهل. أنه جاهل؟ الجاهل المفرط بجهله، وليس على الجاهل الذي لم يفرط تغليظ. وكان قال الله أكبر إنها السنن قلتم الذي بنفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. غضب وغلظ الأمر بهذه الثلاث، فعذر ولم يعذر. عذر بمعنى لم يكفر، هنا بقى عذر بمعنى لم يقم الرجم، ولم يعذر بمعنى عاقب، بس عقوبة دون ذلك. قال العيني في الباب، أي هذا باب في حكم الكفالة في القرض والديون، أي ديون المعاملات، وهو من باب عطف العام على الخاص. الاستعمال الأغلب إن الدين يشمل القرض وديون المعاملات. يعني الديون يعني الدين منه القرض، يبقى ده عطف العام على الايه؟ على الخاص. وقوله بالابدان يتعلق بالكفاله. الكفاله بالابدان وغيرها، اي وغير الابدان، وهي الكفاله بالاموال. وفي بعض النسخ باب الكفاله في القرض والديون، في القروض والديون. ووجه ادخال هذا الباب في كتاب الحواله، حيث ان الحواله والكفاله التي هي الضمان متقاربان، لأن كل منهما نقل دين من ذمة إلى ذمة. هو ده حديث رواه البخاري معلقا، قال أبو الزناد، يقول هو مختصر من قصة أخرجها الطحاوي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، قال حدثني أبي، قال حدثني محمد بن حمزة ابن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بن الخطاب بعثه للصدقة، فإذا رجل يقول لامرأة صدقي مال مولاك، وإذا المرأة تقول بل أنت صدق مال ابنك. مال ابنك إيه؟ إزاي يبقى هو ابنه؟ وإزاي هو مولى الإيه؟ المرأة عبدها. يبقى هو ابنه اللي هو جوزها، مش كده؟ وفي نفس الوقت عبد دي، مش ابنها طبعا، لان هو ابن مين؟ ابن الجاريه. فتتعجب من ذلك. فقال فسال حمزه عن امرهما، فاخبر ان ذلك الرجل زوج تلك المراه، وانه وقع على جاريه لها، وانه وقع على جاريه لها، فولدت ولدا فاعتقته امراته، ثم ورث من امه مالا. فقال حمزة للرجل لأرجمنك. فقال له أهل الماء إن أمره رفع إلى عمر فجلده 100 ولم ير عليه رجما. قال فأخذ حمزة بالرجل كفيلة حتى قدم على عمر فسأله، فصدقهم عمر بذلك مع قولهم، يعني ما اعترفه، وإنما درأ عمر عنه الرجم لأنه عذره بالجهالة. لفظ الطحاوي عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بعثه مصدقا على سعد هذين، فأتي حمزة بمال ليصدقه، فإذا رجل يقول لامرأته أدي صدقة مال مولاك، وإذا المرأة تقول له بل أنت فأدي صدقة مال أبيك. فسأل حمزة عن أمرهما وقولهما، فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة، وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فأعتقته امرأته. قالوا فهذا المال لأبيه من جاريتها، هذا الولد يعني له مال، وهذا المال
لأبيه من جارية. فقال حمزة: لأرجمنك بأحجارك. فقيل له: أصلحك الله، إن أمره رفع، قد رفع إلى عمر بن الخطاب. فجلده عمر 100 ولم ير عليه الرجم. فأخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على عمر، فسأله عما ذكر من جلد عمر إياه ولم ير عليه الرجم، فصدقهم عمر بذلك وقال: إنما درأ عنه الرجم لأنه عذره بالجهالة. هذا وطء بشبهة ثبت به النسب، وهذا أصل في أن الوطء بشبهة يثبت به النسب، لأنه كان جاهلا بحرمة هذا الفعل. مش من حقها طبعا، مش من حق امرأة تقول له بالإجماع. ما هي جاهلة يا أخرى، بس ما زنتش. ما هي جاهلة يا أخرى، بس هي ما زنتش. معلش، بس هو اللي فعل، وهو الراجل اللي يروح يسأل قبل ما يعمل، هو مين اللي عمل؟ والجارية الأخرى ملهاش دعوة، ما تعاقبتش. هو مين اللي اتجلد؟ هو الراجل، لأن هو المتمكن من طلب العلم. قال: واستفيد من هذه القصة مشروعية الكفالة بالأبدان، فإن حمزة بن عمرو الأسلمي صحابي وقد فعله ولم ينكر عليه عمر مع كثرة الصحابة حينئذ. وأما جلد عمر للرجل فالظاهر أنه عزره بذلك. قاله ابن التين: قال: وفيه شاهد لمذهب مالك في مجاوزة الإمام في التعزير قدر الحد، وتعقب بأنه فعل صحابي عارضه مرفوع صحيح فلا حجة فيه، اللي هو لا يجلد في فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. هو الصين كلمة إلا في حد من حدود الله، إلا في حق من حقوق الله، وهذا من حق الله عز وجل. يعني التعزير اللي هو 10 أصوات فما دونها في حق الأشخاص، كزوج خلفته زوجته، وابن يعني قصر في حق أبيه، ومعلم يعاقب التلميذ المفرط، فهذا لا يتجاوز 10 أصوات. أما إذا كان في حق لله معصية مثل هذه فالظاهر أنه يجوز أن يزيد. قال: وأيضا فليس فيه التصريح بأنه جلده ذلك تعزيرا، فلعل مذهب عمر أن الزاني المحصن إن كان عالما رجم وإن كان جاهلا جلد. هذا ليس مذهب أحد من أهل العلم أصلا، ولم ينقل أن هذا مذهب عمر، ولا صرح به، وصرح بأنه عذره بالجهالة ولذلك عاقبه على الجهالة. هذا تعزير مش على الزنا، ده تعزير على الإيه؟ على الجهالة التي أدت إلى الزنا. وقال جرير أي ابن عبد الله البجلي الأشعث أي ابن قيس الكندي لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم. وهذا أيضا مختصر من قصة أخرجها البياقي بطولها من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: صليت الغداء مع عبد الله بن مسعود، فلما سلم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة، فسمع مؤذن عبد الله بن النواحة يشهد أن مسيلمة رسول الله. ده أنت بقى في زمن ابن مسعود لما راح العراق، يعني بقى بعد الفتوح، يعني بعد انتهاء حروب الردة. قال: فقال عبد الله: علي بابن النواحة وأصحابه. فجيء بهم فأمر قرضة ابن كعب فضرب عنق ابن النواحة، ثم استشار الناس في أولئك النفر اللي هم كانوا سامعين وبيه وبيصلوا معاهم. قال: أنا أشهد أن مسيلمة رسول الله. فأشار عليه عدي بن حاتم بقتلهم، فقام جرير والأشعث فقال: بل استتبهم وكفلهم عشائرهم. فتابوا وكفلهم عشائرهم. قال لهم بقى: قبيلتكم تضمنكم، لو ثبت عليكم هنجيبوكوا تاني.
وروى ابن أبي شيبة من طريق قيس بن أبي حازم أن عدة المذكورين كانوا 170 رجلا. لو عادوا مرة أخرى هل يستتابوا مرة أخرى؟ العلماء فيها قولان في توبة الزنديق. قال ابن المنير: أخذ البخاري الكفالة بالأبدان في الديون من الكفالة بالأبدان في الحدود بطريق الأولى، والكفالة بالنفس قال بها الجمهور. ولم يختلف من قال بها أن المكفول بحد أو قصاص إذا غاب أو مات أن لا حد على الكفيل بخلاف الدين. والفرق بينهما أن الكفيل إذا أدى المال وجب له على صاحب المال مثله، لكن لو القصاص هيعملوا له إيه؟ مش هيتضرب زيه؟ طب ما هو الضرب مش هيسقط عنه الضرب اللي اتضربه، الحد اللي اتضربه، ان القصاص اللي اتقطعت بيه ايده او نفسه. تنبيه: وقع في اكثر الروايات في هذا الاثر فتابوا من التوبة، وقع في رواية الأصيلي والقبسي وعبدوس فأبوا. قال عياض: وهو وهم مفسد للمعنى. قلت: والذي يظهر لي أنه فآبوا بمعنى رجعوا، فلا يفسد المعنى. يبقى الخطأ بس إن الإيه؟ إن بعضهم ظن أنها همزة وهي همزة ممدودة. قوله: وقال حماد أي ابن أبي سليمان: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم: يضمن. وصله الأثرم من طريق شعب عن حماد والحكم، وبذلك قال الجمهور. عن ابن القاسم صاحب مالك: يفصل بين الدين الحال والمؤجل، فيغرم في الحال ويفصل في المؤجل، بينما إذا كان لو قدم لأدركه أم لا. كأن البخاري يميل إلى قول حماد، والجمهور يميلون إلى التضمين كما سبق أن ذكرنا. قال العيني: قوله فأخذ حمزة بالرجل كفيلا، ليس المراد من الكفالة هنا الكفالة الفقهية، بل المراد التعهد والضبط عن حال الرجل. وقال ابن بطال: كان ذلك على سبيل الترهيب على المكفول ببدنه والاستيثاق، لا أن ذلك لازم للكفيل إذا زال المكفول به. ده الصحيح. قال وقال: إنما جلد عمر رضي الله عنه الرجل 100 تعزيرا، وكان ذلك بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن التين: في شاهد لمذهب مالك في مجاوزة الإمام في التعزير قدر الحد، ورد عليه. ممكن يكون قصدهم بقدر الحد عشان أن بعضهم قال لا يجاوز في التعزير أدنى الحدود الذي هو 40 جلدة، وقيل 80 جلدة، لأن القذف وشرب الخمر على الخلاف في شرب الخمر الحد 40 أم 80. فعمر جلد 100. رد عليه بأنه فعل صحابي عرضه مرفوع صحيح فلا حجة فيه. قلت: هذا الباب فيه خلاف بين العلماء، فمذهب مالك وأبي ثور وأبي يوسف في قول الطحاوي أن التعزير ليس له مقدار محدود، ويجوز الإمام أن يبلغ به ما رآه وأن يتجاوز به الحدود. وقال الطائفة: التعزير 100 جلدة فأقل. وقال الطائفة: أكثر التعزير 100 جلدة إلا جلدة، عشان يبقى أدنى من الحد. وقال الطائفة: أكثره 99 صوتا فأقل، وهو قول ابن أبي ليلى، هو نفس القول السابق، وأبي يوسف في رواية. وقال الطائفة: أكثره 30 صوتا. وقال الطائفة: أكثره 20 صوتا. وقال الطائفة: لا يتجاوز بالتعزير 9، لا يوجد 10 أصوات إلا في حد، وهو بعض قول الشافعي. وقال الطائفة: أكثره 10 أصوات فأقل،
لا يتجاوز به أكثر من ذلك، وهو قول الليث بن سعد والشافعي وأصحاب الظاهر. وأجابوا عن الحديث المرفوع وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، لأنه في حق من يرتدع بالردع ويؤثر فيه أدنى الزجر كأشراف الناس وأشراف أشرافهم، أما السفلة وأسقاط الناس فلا يؤثر فيهم 10 جلدات ولا 20، فيعزرهم الإمام بحسب ما يراه. ودرد لللفظ الحديث يعني بالرأي، يعني مش ده الاستدلال الصح. قد ذكر الطحاوي حديث حمزة ابن عمرو المذكور في باب الرجل يزني بجارية امرأته، فروى في أول باب حديث سلمة ابن المحبق أن رجلا زنى بجارية امرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها، وإن كانت طاوعة فهي له وعليه مثلها. ضعيف، ضعفه الألباني. ثم قال: فذهب قوم إلى هذا الحديث وقالوا: هذا هو الحكم في من زنى بجارية امرأته. قلت: أراد بالقوم الشعبي وعامر ابن مطر وقبيصة والحسن. ثم قال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل نرى عليه الرجم إن كان محصنا والجلد إن كان غير محصن. قلت: أراد بالآخرين هؤلاء جماهير الفقهاء من التابعين. قال قوم: ذهب قوم إلى هذا الحديث وذهب الآخرون لما جماهير الفقهاء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أصحابهم أن عليه الرجم إن كان محصنا أو الجلد. هي متصورة عن الرجم ده في إيه؟ إذا كان دخل بامرأته أو وطأ فيه، كان محصن يعني أي حال. يمكن أن يكون قد تزوج امرأة عقد عليها ولم يدخل بها ولم يكن سبق له الوطن. هي أشراف الناس وأسنف الناس، والدين فيها تفرق من الناس التعزير. لا، التعزير مرد إلى ما يردع به، وده بلا شك في ذلك إن في ردع بإنه يقول له كلمتين، وواحد تاني قلت له كلمتين يقول لك بركة. إيه الحلاوة دي؟ يعمل أضعاف مضاعفة، ولا الناس كلها زي بعضها؟ التعزير ده اجتهاد للإمام. قال: ثم أجابوا عن حديث سلمة بن المحبق أنه منسوخ. السفر يعني النمر الفراء يعني البلطجية بتوعكم بتوع المسلمين. أجابوا عن حديث سلمة بن المحبق لأنه منسوخ من حديث النعمان بن بشير، رواه الطحاوي وأبو داود والترمذي وابن ماجة ولفظ أبي داود أن رجلا يقال له عبد الرحمن ابن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك 100، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة. فوجدوه قد أحلتها له فجلده 100. ضعفه الألماني أيضا. قال الطحاوي: فثبت بهذا ما رواه سلمة بن المحبق. كأنها وقعت في زمن الرسول واقعة، بس ده عشان كده رفع الحديث ضعيف، هو الحديث ده موقوف. الروايات، لا، الروايات اللي فيها ان الرسول هو اللي قدم كده ضعيفة. قالوا: قد عمل عبد الله بن مسعود بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما في حديث سلمة. فأجاب الطحاوي عن هذا بقوله: وخالفه في ذلك حمزة بن عمرو الأسلمي وساق حديثه على ما ذكرناه آنفا. وقال أيضا: وقد أنكر علي
رضي الله تعالى عنه على عبد الله بن سعود في هذا قضاءه بما قد نسخ، فقال سق السند عن ابن محمد بن سيرين قال ذكر لعلي رضي الله عنه شأن الرجل الذي أتى ابن مسعود وامرأته أتى ابن مسعود وامرأته وقد وقع على جارية امرأته فلم ير عليه حدا، فقال علي لو أتاني صاحب ابن أم عبد لرضخت رأسه بالحجارة، لم يدري ابن أم عبد ما حدث بعده. فأخبر علي رضي الله عنه أن ابن مسعود تعلق في ذلك بأمر قد كان ثم نسخ بعده فلم يعلم ابن مسعود بذلك. وقد خالف علقمة ابن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود في الحكم المذكور، وذهب إلى قول من خالف عبد الله. والحال أن علقمة أعلم أصحاب عبد الله بعبد الله وأجلهم، فلو لم يثبت نسخ ما كان ذهب إليه عبد الله لما خالف قوله مع جلالة قدر عبد الله عنده. الحكم هو ابن عتيبة، مذهبه أن الكفيل بالنفس يضمن الحق الذي عليه إلى الذي على المطلوب، وهو أحد قولي الشافعي. وقال مالك والليث والأوزاعي إذا تكفل بنفسه وعليه مال فإن لم يأتي به غرم المال ويرجع به على المطلوب، فإن اشترط ضمان نفسه أو وجهه وقال لا أضمن المال فلا شيء عليه من المال. يعني إيه عليه؟ عليه الحديث اللي هو الضعيف، يعني ايه ان كان استكرهها فعليه مثلها، يعني يجيب جارية تانية لمراته وهي حرة، الجارية تعتق ويجيب هو جارية تانية لمراته. طب اذا كانت هي مطاوعة تبقى له ويجيب جارية تانية لمراته. الراجح قول عمر وقضاء عمر، ان كان يعلم فعليه ليه الرجم، وان كان لا يعلم فيجلد 100 تعزيرا. قول قولي هذا.